بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو ذا اللقاء يتجدد بكم، وما أروعه من لقاء، كيف لا ونحن نلتقي على طاعة الله، نمضي الدقائق والساعات في طاعة الله رب العالمين سبحانه عز وجل. هذه السلسلة التي نضعها بين أيديكم من دروس رسائل من نور، التي أسأل الله تعالى أن يجعلها رسائل نور لا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده، ولا يمكن له أن يبني مجدا أو أن يؤسس حضارة. لا تكن وحدك. كثير منا اختاروا حياة العزلة، كثير منا ألفوا أن يكونوا بمفردهم. نعم، قد يرتاح الإنسان إذا كان بمفرده، وإذا كان لا يخالط الناس. يعيش حياة الوحدة هو درس رائع جدا، نحتاجه جميعا أيها الأحبة في الله. أراد أن يقول له لا تكن وحدك، أراد أن يقول له كن في فريق عمل. العجيب أيها الإخوة أن حتى الدنيا، حتى عالم الحيوانات أيها الإخوة، إذا تأملنا نجد أنه يعيش في جماعات، أمة للنمل، أمة للنحل، فسرب يعني من الطيور. العجيب أيها الإخوة أن في دراسة قام بها بعض العلماء، وجدوا أن الطيور تعيش بعمل جماعي، نوع من أنواع الطيور، وهذا الطيور أيها الإخوة تطير بشكل عجيب، سبحان الله. انظروا أن الإنسان بمفرده قد لا يستطيع أن ينجز عملا، لكنه إذا كان في مجموعة أو في فريق عمل فسوف ينجز عملا رائعا جدا بإذن الله. وإذا الحمل تقاسمته أكف القوم أوشك أن يزول. إذا كان هذا الحمل تتقاسمه أكف القوم، فلا شك ولا ريب أن هذا الحمل سوف بإذن الله تبارك وتعالى يخف. هذه الطيور أيها الإخوة تطير بشكل عجيب، سبحان الله. وجد العلماء أن هذه الطيور تطير بهذه الطريقة، هكذا بشكل حرف في،
كي يطير به. يرجع الطيور الثلاث بعدما يستعيد ذلك الطائر الأوسط المتعب المرهق، بعدما يستعيد عافيته يعودون إلى السرب. تخيلوا أيها الإخوة، لا يعودون إلا والطائر معهم، أو في حالة واحدة يعودون من دون الطائر إذا مات ذلك الطائر. هكذا يعني سبحان الله أيها الإخوة، الإنسان إذا كان في فريق عمل، في فريق عمل سوف ينتج أكثر. تعرفون تلك القصة، ذلك الأب الذي جاء بمجموعة من العيدان وقال لأبنائه كسروا، فكان عودا عودا كسرهم، لكن لما اجتمعت تلك العودان صعب عليهم أن يكسروها. إخواننا الكرام، هذا درس من الدروس البليغة التي ينبغي علينا أن نتعلمها. لا تكن وحدك، ثقوا بأن العالم اليوم لا يؤمن بالعمل الفردي، العمل الفردي ولا زمانه. لا يوجد لدينا حتى بين العلماء، لا يوجد العالم الموسوعي المختص في كل المجالات. اليوم صارت تخصصات، وفي الداخل كل تخصص تخصصات أخرى أيها الإخوة. يعني أحد المرضى ذهب إلى مستشفى أو إلى طبيب مختص في أمراض القلب في فرنسا. هذا الطبيب ماذا قال له؟ قال له: نعم أنا طبيب مختص في القلب، لكن تخصصي في الشريان الأيمن وليس في الأيسر، اذهب إلى الطبيب فلان فإنه مختص في الأيسر. يا إخواننا الكرام، نجد اليوم تحالفات كبرى في هذا العالم. لماذا؟ لأنهم أيقنوا أن العمل الأجدى والأرسخ والأقوى ألا وهو العمل الجماعي. نسمع باتحاد أوروبي، نسمع باتحادات عجيبة جدا في هذا الكون، فلماذا أيها الأحبة في الله لا نكون في فريق عمل؟ من أراد لعمله أن تكون فيه البركة، ومن أراد لعمله التوفيق، فعليه أن يعمل في فريق عمل. وثقوا أيها الإخوة أن هؤلاء المشاهير وهؤلاء الناجحين الذين كتب لهم النجاح والتألق، ابحثوا وستجدون وراءهم فريق عمل. وسبحان الله، قد يظهر واحد من فريق العمل، إلا أن البركة هي بركة فريق العمل بأكمله. وما من عمل ناجح إلا ووراءه مجهود. أن ينبهنا إلى ملمح تربوي عجيب، ألا وهو العمل الجماعي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وكأن الله تعالى أراد أن يتم على المؤمنين نعمه، كانوا في الدنيا جماعات، قال الله تعالى لهم: أتم عليكم نعمتي وأحل عليكم رضواني فادخلوا إلى الجنة جماعات جماعات. يا إخواننا الكرام، من كان أنانيا يعمل بمفرده فعليه أن يعود إلى جماعته، وأن يعود إلى فريق العمل، فإن نجاحك الأول كان بسبب هؤلاء، فلا تتنكر لهم، وعد إليهم واعمل معهم عمل فريق موحد، فإن البركة سوف تطرح، والله تعالى سوف يوفقنا. إذن هذه رسالتي إليكم: لا تكن وحدك، فإذا كنت في فريق عمل سوف يبارك لك عملك، وسوف يوفقك الله سبحانه عز وجل إلى ما وفق إليه عباده الصالحين. هذه رسالتي إليكم، مجتهدا في نصحي، سائلا المولى سبحانه عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا ما أردت أن أقوله، فكونوا متآخين، كونوا متوحدين. نسأل الله تعالى رضاه، ونسأل الله تعالى ستره، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.